احتضنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة أمسية موسيقية للعازف اللبناني ميشيل فاضل بدعم من الهيئة العامة للترفيه، الهدف منها إثراء الأنشطة الفنية داخل السعودية. اعتاد ميشيل فاضل إحياء حفلاته الموسيقية في دول كثيرة، إلا أن حفلته في السعودية كانت مختلفة وكأنها حفلته الأولى التي يقدمها. هاي الكونسرت قبل ما يبلش اخذ رهجة، حتى بلبنان حتى بوين ما كان، وين ما كنت كل العالم انت رايح على السعودية، رايح على السعودية، انت ايه رايح على السعودية؟ وانا امبارح عملت ريهرسلز هون، يعني العالم كانت حفلة امبارح، ما كان ريهرسلز امبارح. الحفل الذي احياه ميشيل فاضل يعتبر الاول لعازف اللبناني في السعودية، قدم فيه مقطوعات موسيقية لعمالقة الفن العربي ومعزوفات متنوعة بين الموسيقى الشرقية والغربية أطربت الجمهور وتفاعل معه. ميشيل أهدى معزوفة جديدة للسعودية قام بتأليفها قبل أيام بعد أن قرأ قصة وفاة أشهر محاربي السرطان حمزة اسكندر وشقيقته هناء وتأثر بها. ما سميناها بعد بس من القلب، يعني امبارح كان في عالم، اجى حدا شاب سعودي يعني قال لي هذه الدقة وين بدي الاقيها؟ انا قلت له هي ما فيك تلاقيها بمطرح، هيدي بكره اول مرة بنقوم نلعبها نحن، يعني سألني بس عن هالدقة وحبيت كثير. ساعة ونصف الساعة من العزف المتواصل قدمها الفنان ميشيل فاضل رسمت البسمة ونشرت البهجة بين الحضور. من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، سعود الخلف، العربية.